كان يا مكان، يا سادة يا كرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم مشرق جميل استيقظ القرد مبكرا ووجد في طريقه صديقه الحمار، فسأله القرد: إلى أين تذهب يا صديقي؟ أجابه الحمار: إني ذاهب لتناول وجبة الإفطار من العشب الأزرق. قال له القرد: صديقي، لون العشب أخضر. قال له الحمار: لا، لون العشب أزرق. انفعل القرد وقال له: لون العشب أخضر. وأصر الحمار على أن لون العشب أزرق، فانفعل القرد وقال له: لذلك تسمى حمار، سنذهب إلى الأسد لتسمع بنفسك ما لون العشب. وذهبوا إلى الأسد وحكوا له ما حدث. أنصت الأسد جيدا للقصة وجلس يفكر، ثم قال للقرد: أنت مخطئ، وسوف أعاقبك بنفيك من الغابة لمدة عام. حزن القرد ولكنه ابتعد. شكر الحمار الأسد وذهب بعيدا. حينها ذهب الأسد إلى القرد وقال له: جميع حيوانات الغابة تعلم بأن لون العشب أخضر، لكن من الغباء مناقشة الأغبياء بذكاء، لذلك سوف أعاقبك. استوعب القرد الدرس وذهب مبتعدا. وهذه القصة الأولى، قصة ضفدعة الذكية. في يوم من الأيام استيقظ ضفدع وضفدعة وذهبوا إلى الحديقة لكي يلعبوا، وأثناء اللعب لم يلاحظوا وجود حفرة كبيرة في الحديقة فسقطوا فيها. حاولوا القفز مرارا وتكرارا ولكن الحفرة كانت عميقة جدا، فبدأوا في الصراخ ليسمعهم أحد وينقذهم. فجاء الخروف والدب ثم جاء الحمار ونظروا إلى الحفرة ولكن رأوها عميقة جدا، فقالوا للضفادع: إن الحفرة عميقة جدا، واستحالت الخروج من الحفرة عن طريق القفز، وإنه لا يوجد أمل في الخروج من تلك الحفرة، وتركتهم الحيوانات وذهبوا بعيدا. استمرت الضفدعة في القفز بينما ضفدع استسلم للأمر. لم تتوقف ضفدعة عن القفز، وفي إحدى القفزات العالية استطاعت ضفدعة أن تخرج من الحفرة، وذهبت واستطاعت مساعدة ضفدع والخروج من الحفرة أيضا. تعلم ضفدع إن الإصرار على النجاح يؤدي للنجاح، ولا يجب الاستسلام للأفكار السلبية. وهنا بتنتهي حلقتنا النهاردة. توتا توتا فرغة الحدوتة، واشوفكم في قصة جديدة من قصص وحكايات عمو صلاح. تصبحوا على خير.